أهلا بكم في حصادنا الإخباري لهذا اليوم، والبداية بأهم العناوين. المبعوث الجديد إلى ليبيا كوبلر يؤكد مواصلة جهود المبعوث السابق برناردينو ليون ويطلب لقاء رئيس المؤتمر الوطني في الساعات القادمة. بلديات الجبل وباطنه تدعو الأطراف الليبية إلى تحمل الأوضاع بالبلاد، ومدينة جادو تسلم مبادرة الحوار الليبي إلى رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين. طائرة مجهولة تقصف مواقع لتنظيم الدولة بسرت، وسقوط قتلى وجرحى لمقاتل حفتر في تقدم لثوار بمحور سيفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم السبت أنه سيواصل الجهود السياسية التي تركها المبعوث الأممي السابق برناردينيو ليون. أضاف كوبلر في مؤتمر صحفي بتبرق أن أحث أعضاء البرلمان بالتصويت على المسودة لاستكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني في أسرع وقت ممكن، مطالبا جميع الأطراف على العمل خلال الفترة القادمة مع البعثة الأممية على نحو هذا الطريق لتوفير الأمن والسلام والاستقرار للبلاد، مشيرا إلى عدم تحيز الأمم المتحدة لأي طرف من أطراف الحوار الليبي وأنها لا تفرض أي إملاءات، مضيفا بأنها تحترم دائما سيادة الدولة الليبية حسب قوله. ذكرت مصادر صحفية بأن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر طلب لقاء رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، وأضافت المصادر بأن كوبلر سوف يصل العاصمة طرابلس في الساعات القادمة عقب زيارته إلى تبرق لمواصلة الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية. الجدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد عين الألماني كوبلر مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا خلافا للإسباني برناردينو ليون. هذا ووصل المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا مارتن كوبلر إلى ليبيا اليوم السبت وسط إجراءات أمنية مشددة بالمدينة. مصدر أكدت وصول كوبلر مطار تبرق شرقي البلاد رفقة البعثة الدبلوماسية للبعثة في ليبيا، مضيفا بأن الأجهزة الأمنية بتبرق منعت الإعلاميين والصحفيين الذين لا يعملون في القنوات الإعلامية بحكومة ثني من أخذ تصريح أو إجراء أي حوار مع المبعوث الأممي الجديد بحسب المصدر. أشار المصدر إلى لقاء المبعوث الأممي بعدد من أعضاء البرلمان المنعقد بتبرق ووزير الخارجية بحكومة ثني محمد الديري. تكليفه رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بديلا عن برناردينيو ليون باستلام الملف الليبي، وصل المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر السبت إلى مدينة تبرق في أول زيارة له للأراضي الليبية. مصادر إعلامية أكدت أن كوبلر وصل إلى مطار تبرق صباح السبت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث منعت الأجهزة الأمنية هناك بعض الإعلاميين والصحفيين من أخذ تصريحات أو إجراء أي حوار معه. وأكدت بعض المصادر أن المبعوث الجديد سيقوم بزيارة لرئيس المؤتمر الوطني العام يوم الأحد صباحا، حيث سيجرى مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء. وأفادت السياق أكدت بعض الوجوه السياسية إن البعثة الأممية الجديدة توصلت مع عدد من الأحزاب باعتبارها أطرافا سياسية، وفيما تستمر المشاورات بين مرشحي حكومة الوفاق الوطني وبعض الأطراف الدولية فإن المبعوث الجديد يحظى بدعم دولي كبير، فقد أكدت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا مورغريني دعم الاتحاد الأوروبي للمبعوث الجديد لإنجاح مهمته، داعية في ذات الوقت جميع الأطراف الليبية إلى العمل بشكل بناء لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد.
أما كوبلر فقد قال عقب تعيينه إنه سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالاستماع إلى أعضاء الحوار السياسي ومجلس الرئاسة المقترح إضافة إلى غيرهم من الشركاء الليبيين، وذلك لمعالجة ما تبقى من القضايا العالقة. كوبلر لم يخف نيته من مناقشة المسائل ذات الصلة بالأمن مع مختلف الجهات الليبية الفاعلة، معتبرا أنها أولوية بالنسبة له. وإذ يرى مراقبون أن خطوات المبعوث الجديد قد تكون مهمة في مسار الحل، خصوصا بعد الجولات العاصفة التي شهدها الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وأيضا بعد مضي أكثر من عام كامل على مسار الحوار، فإن كوبلر تواجهه تحديات جمة يتقدمها تغلبه أخطاء سلفه بغية جمع الفرقاء على طاولة الحوار من جديد. ينضم إلي مباشرة لمزيد تسليط الضوء على الساحة والأوضاع السياسية في ليبيا سيد خالد الفلاح المحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك سيد خالد. كما يذاع في الأفق أن مارتن كوبلر هذا الدبلوماسي القوي الألماني الذي عرف بإنجازاته السابقة على المستوى الدبلوماسي، هل يمكن أن يحمل فعلا بين طياته الحل السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييك ونحيي المشاهدين في كل مكان. السيد لك أهلا. لديه سجل لا بأس به في إدارة المناطق المضطربة، يعني هو كان في أفريقيا واشتغل مدة وأفغانستان، هو يعني من لديه خبرة تكفي لمعالجة الشأن الليبي، خاصة أن الشأن الليبي ليس عويص كالشأن العراقي والكونغولي مثلا يعني. ولكن في الموضوع هو يجب على السيد كوبلر أن يعيد الهيبة ويعيد سمعة الأمم المتحدة، أن السيد ليون بصراحة يعني وضع بسمعة الأمم المتحدة تحت الأقدام بسبب قبوله رشاوى واعتقاده بأن عبد الله بن زايد هو من يدير الحوار فعليا بالتعاون مع محمد جديد والعارف النصر. فكل هذه التسريبات التي خرجت ضربت سمعة الأمم المتحدة في الصميم، وأصبحت يعني فقدت مصداقيتها أمام طيف كبير من السياسيين الليبيين. وهنا التحدي الحقيقي للسيد كوبلر، يعني أنه هو يعيد هيبة وسمعة الأمم المتحدة من جديد، ويعيد نظرة الليبيين للأمم المتحدة جسم محايد لا يقضى لا لعبد السيد ولا لغيره يعني. سيد خالد الفلاح، أمام الإخفاقات وعدم الموازنة التي تبناها برناردينو ليون في حلحلة الأزمة في ليبيا، نجد أن كوبلر يصرح اليوم أنه سيبدأ من حيث انتهى زميله السابق برناردينو ليون، ما رأيك بهذا التصريح؟ نعم، هو كوبلر أفعاله ستعتمد على ردود أفعال المتحررين الليبيين للأسف. وهذه فضيحة وكارثة أن بعض السياسيين الليبيين لم يكترثوا بالفضائح التي نشرت وبالتقييس الواضح لليون، يعني رأينا الكثير من الليبيين تطوعوا أن يكونوا محامين لليون سواء على الساحة السياسية أو على التواصل الاجتماعي والإعلام. هذا هو ما يجعل كوبلر يعني يقول ما قاله. أما إذا كان السياسيين الليبيين يتحلوا بنوع من المسؤولية والوطنية وهذا مفهوم للأسف، فيجب على كوبلر أن ينقل ما قام به اليوم، لأن يعني ما قام به اليوم هو في الحقيقة دعم لطرف وتغييب مصلحة الإمارات على مصلحة. سيد خالد، هنا وإن سلمنا جدلا بأن المبعوث الأممي الجديد الألماني مارتن كوبلر سيبذل قصارى جهده دبلوماسيا وسياسيا حتى يقرب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتنازعة، في صورة ما لا قدر الله فشل في أولى أو في أول اختبار له في تقريب وجهات النظر بين الطرفين الرئيسين في ليبيا، هل يمكن أن نقول فعلا أن برناردينو ليون كان بريئا مما كان يلبس في حقه، وأن الأطراف الليبية هي التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تمضي قدما نحو حل الأزمة؟ نعم، هناك نقطتين يجب أخذهما في عين الاعتبار عندما نتناول هذا الموضوع. أولا، السياسيين الليبيين يعني هل هم سياسيون مستقلون بقرارات وقرارات مستقلة؟ هذا طبعا بدون شك لا يختلف عليه اثنين. للأسف جميع الأطراف الليبية المشتغلة في الشأن السياسي الليبي كل طرف يتبع لمحور إقليمي ودولة عظمى، والخلاف خلاف دولي وليس خلاف ليبي يعني، وإنما ينعكس على الشأن الليبي. النقطة الثانية،
تتعلق ببرناردينو ليون نفسه. يعني اكتشفنا أن برناردينو ليون لم يكن سوى موظف إماراتي يعني منحاز للأسنة الإماراتية ويدير الحوار بحيث يقدم مصلحة الإمارات لا أقل ولا أكثر. هذا واضح جدا يعني. فإذا ما تمت سيد كوبلر بالحيادية المطلوبة من وسيط كولي لعله من فرض على أرض الواقع، لأن كما يعلم أن في تيار شعبي قوي على الأطراف السياسية للوصول لتسوية، لأن الشعب الليبي مر من حالة الانقسام الموجودة. ولكن للأسف كما ذكرت أن الأطراف السياسية كل طرف يتبع طرف ومحور إقليمي، والصراع هو أول صراع إقليمي، الليبيا هي أحد التحديات. نعم السيد خالد الفلاح المحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا وأبدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني استعدادها للعمل مع المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا الألماني مارتن كوبلر للتوصل إلى حل الأزمة في البلاد. ودعت موغريني في بيان لها نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الأطراف الليبية إلى العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا بحسب البيان. قالت الحكومة الجزائرية أنها وجهت دعوات إلى كل من تونس ومصر وتشاد والنيجر لضرورة الاجتماع السابع لدول جوار ليبيا والذي سيعقد من الأول من شهر ديسمبر المقبل. وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل أكد أن الدول جوار ليبيا متفقة على ضرورة تسوية النزاع بالطرق السلمية والحوار وإنشاء حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة في ليبيا، وذلك ضمن إطار احترام وحدة وسيادة البلاد ومكافحة الإرهاب وتكثيف الجهود. بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني جوان جانكيز الأوضاع في ليبيا. المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري قال إن المناقشات تناولت تطورات الأزمة الليبية على خلفية عدم تمكن الأطراف الليبية من التوصل إلى توافق حول الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وأعرب سامح شكري عن تطلعه لأن يتمكن الليبيون من التوصل إلى التوافق المطلوب خلال الفترة القصيرة القادمة. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين بيتر ويليام بود سفيرا للولايات المتحدة في ليبيا خلفا لديبورو جونز. بود شغل مناصب سفارات بلاده في بلغاريا والدنمارك وفي نيبال وألمانيا وباكستان وملاوي، وعمل مساعدا للسفير في العراق، ثم عاد إلى نيبال قبل أن يتم ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليتقلد منصب سفير الولايات المتحدة في ليبيا. يشار إلى أن السفيرة السابقة جونز شغلت مهام سفارة بلادها في ليبيا منذ مايو عام 2013 بعد مقتل السفير الأمريكي كريستوف ستيفز في بنغازي وإقفال السفارة الأمريكية بالعاصمة طرابلس العام الماضي. دعت المجالس البلدية بالجبل وباطن الجبل في بيان مشترك الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتهم في التوقف عن العنف الذي كاد أن يدمر البلاد وأهلها بحسب البيان. وطالب البيان البعثة الأممية في ليبيا بالضغط على أطراف النزاع للخروج بحكومة توافق وطني تنهي الانقسام القائم في البلاد، كما دعت البلديات إلى عقد اجتماع إلى كل البلديات الليبية. وطالب البيان مصرف ليبيا المركزي تحمل مسؤولياته بصرف الميزانيات للبلديات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. سلم وفد من مدينة جادو نسخة من مبادرة حوار الليبي إلى رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين. المبادرة تنص على تنظيم لقاء يجمع المؤتمر مع مجلس النواب المنحل، وذلك لتنظيم حوار الليبي وإنشاء مجلس تشريعي
يتكون من أعضاء بالمؤتمر وأعضاء من مجلس النواب المنحل وتشكيل حكومة لتسهيل الأعمال لإنهاء الأزمة في البلاد. أصدر رئيس البرلمان المنعقد في تبرق عقيل صالح قرارا يقضي بمنح تعويض للأعضاء الذين تضررت أملاكهم جراء التحاقهم بالبرلمان. أضاف القرار بأن منح الأعضاء بدل إيجار شهري من الدولة بعد انتهاء فترة مهامهم وفق القيمة التي تحددها اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء التابعة للبرلمان. وفي السياق ذاته أطلق عدد من النشطاء هاشتاغ باسم حريق وضيق نوابنا، تعبيرا منهم عن امتعاضهم من قرارات مجلس النواب التي تخدم مصلحتهم الخاصة وعدم الالتفات للقضايا المتعلقة بالنازحين والأزمات التي تعانيها هذه المناطق. أفادت مصادر عسكرية عن قيام طائرة مجهولة قصفت في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة مواقع تابعة لتنظيم الدولة في منطقة النفلية شرق سرت بوسط ليبيا. المصدر أضاف بأن رتلا من السيارات المسلحة التابعة لتنظيم الدولة توجهت الخميس إلى قاعدة القرضبانية بجنوب سرت التي قصفتها طائرة عسكرية مجهولة عطلت مهبطها حسب المصدر. قتل 4 من مسلحي كتائب حفتر وأصيب عدد آخر منهم بجروح متفاوتة أمس الجمعة خلال الاشتباكات التي اندلعت بمنطقة سيفرج. في الأثناء تقدم قوات مجلس شورى ثواري بن غازي. من جهته تمكن مقاتلو المجلس من السيطرة على 4 نقاط بمحور أبو عطن وسيفرج غربي المدينة. جرت اشتباكات متقطعة في محور 17 بمنطقة جريونس بعد استهداف مقاتلي مجلس الثوار للكتيبة 21 صاعقة الموالية لحفتر بوابل من القذائف المدفعية. بعد ذلك جرى تبادل لقصف مدفعي في المحور الغربي لبني غازي، وتراجعت كتائب حفتر وتركت بعض النقاط التي كانت تتمركز فيها. وفي وسط المدينة قام مدنيون مسلحون موالون لحفتر من صحوات وسط المدينة بإغلاق الشوارع المتفرعة من شارع عمرو بن العاص في اتجاه منطقتي سكابلي وسحسين في محاولة منهم لمنع تقدم قوات الثوار. وفي الأثناء تعرضت منطقة سوق الحشيش لقصف مدفعي من دبابة كانت متمركزة في محيط عمارات الكفيف. مصادر محلية بمنطقة سحسين قالت إن الموالين لحفتر من العسكريين والصحوات اتخذوا من إحدى العمارات قرب مقر مفوضية الكشافة والمرشدات نقطة يتمركزون فيها ويتخذون من سطحها وشققها نقاطا للتمركز والقنص، إلى جانب اتخاذ إحدى الشقق غرفة عمليات مشتركة بين الصحوات وكتيبة مشاة البحرية. أنباء عن صدور تعليمات ما يسمى بغرفة عمليات الكرامة في بني غازي تقضي بضبط وإحضار العقيد طيار المدعو جمال بن عامر، وهو أحد أبرز الطيارين الذين ينفذون الغارات الجوية على المدينة، على خلفية قيامه في وقت سابق بقصف نقطة يتمركز فيها مسلحي كتائب حفتر، حيث أدى قصفها إلى مقتل 8 منهم وإصابة 4 آخرين. وهي ليست المرة الأولى التي يقصف فيها هذا الطيار مسلحي كتائب حفتر بالخطأ، هذا وتم العثور على جثة عليها آثار تعذيب وإطلاق رصاص في قرية بنينة بضواحي بني غازي. أقامت قوة الحماية والتأمين بمنطقة القرضة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سبها بدوريات على المداخل الرئيسية بالمنطقة في الفترة المسائية. مراسل القناة بسبها قال بأن هذه القوة تسعى لتكوين قوة مشكلة من جميع مناطق سبها وجميع أطيافها لمساندة الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة على حفظ الأمن للتقليل من حالات الجريمة والسطو المسلحي بالمدينة. مراسل القناة من سبها محمد البكوش ينضم إلي مباشرة عبر الهاتف. محمد أهلا وسهلا بك.
نعم أخي محمد، قوة التأمين هذه التي وردت فيها الخبر هي قوات تطوعية تعمل بشكل مجاني للحد من حالات السطو والجريمة التي تحدث في مدينة سبها. أخي محمد، نعم، الهدف الرئيسي هو حماية المنطقة وإزالة التظليم والمخالفات المرورية، كذلك طبعا الحد من حالات السطو المسلح والمستخدم فيها السلاح. أخي محمد، نعم محمد، لو سمحت، ألا يمكن أن تصبح هذه القوات قوات موازية لأجهزة الشرطة فيكون رد الفعل سلبيا من المواطنين في تعاملهم وتفاعلهم معها فتفسد بدل أن تصلح؟ نعم أخي محمد، الحاجة ربما هي وليدة هذه القوة التي خرجت. طبعا هذه القوات خرجت نتيجة ضعف وجود الأجهزة الأمنية التي يفترض أن تقوم بدورها ومهامها في حماية المواطن وحماية الشوارع، ولكن أخي محمد طبعا عملية ربما الانخلاف الأمني الموجود في المدينة جعل هؤلاء الشباب كما قلت في البداية يعملون مجانا دون أن يتقاضوا أي مبالغ مالية، هم من أبناء هذا الحي، طبعا لا يتقاضون أي رواتب، ولكن يعملون كما علمت مع في اتصال مع مدير الأمن أنهم يقوم بالتنسيق مع مديرية الأمن وهم يساندون القوات متى طلب منهم ذلك، ولكن في حدود معينة، وهم متواجدون فقط في هذه الحالة الطارئة أو في هذا الواقع الذي تعيشه المدينة. دعني أخي محمد أن أتحدث عن الإحصائيات التي حدثت أخي محمد في أسبوع فقط سجلت 12 حالة سطو مسلح، وهي 12 حالة وفاة، جميعها أخي محمد كانت بسبب استخدام السلاح وبسبب السطو المسلح في المدينة، عدا حالة واحدة فقط لطفل يبلغ من العمر 14 عاما أصيب بطعن بالسكين في رقبته. هذه مجمل هذه الحالات في أسبوع واحد، ومن هذا المنطلق جعل هذه القوة تخرج إلى أرض الواقع وتحاول أن تفرض شيء من الأمن، وكذلك الأحياء الأخرى تحاول أن تكون أو أن تقوم بنفس العمل. محمد لو سمحت لي، محمد نعم تفضل. نعم نعم، اجتماع يوم غد لمدير الأمن في مدينة سبها مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وذلك ربما لتدارس أو تناول هذا الموضوع الأمني في المدينة. محمد لو سمحت لي، ماذا عن القوة الثالثة المكلفة بحماية الجنوب؟ نعم، القوة الثالثة كما ذكرنا وكما نلاحظ في كل مرة أخي محمد أن هذه القوة يعني لديها الاستعداد حقيقة، لديها القوة، لديها الأفراد، يعني لديها حتى استخدام، يعني لديها أسلحة ثقيلة وأسلحة متوسطة، لا تستطيع هذه القوة الدخول إلى أحياء وشوارع المدينة ربما لتأمينها، لأن أنت كما تعلم أن التركيبة السكانية للمدينة في حال طلب من هذه القوات ربما تستخدم أسلحة ثقيلة، وهذا ما لا تريده أصلا القوة الثالثة، تريد فقط تفعيل القوة الأمنية أو قوات الشرطة، وربما تتعاون معها أو يتعاون معها بعض الأفراد مثل قوة التأمين التي خرجت في حي القرضة. نعم الزميل محمد البكوش مراسل القناة من سبها، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل الضافية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. شهدت بلدية جقيقة احتفالا بمناسبة تخريج دفعة من منتسبي هيئة الشرطة والبالغ عددهم 500 عنصر من الذين أنهوا تدريباتهم. تضمنت الاحتفالية استعراضا لكراديس الخريجين من منتسبي جهاز الشرطة، حضرها آمر جناح التدريب عقيد ميلود الأحول ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ناصر علي حسن وعدد من الضيوف وأهالي الخريجين. حصادنا متواصل وفيه. جهاز حرس المنشآت فرع الوسطى يلقي القبض على قاتل سلوى بقع قيس، واليونان تفرج عن ناقلة نفط الهانية ليبيا عقب احتجازها. ديوان المحاسبة يقرر عرض مشروع المرتبات، وهيئة التدريس بجامعة طرابلس ترفضه.
الوطنية اللي تبي تقول كلمة الحق راها قلة، ولما تبي تقول كلمة الحق راها تكلف، راها تكلف. نحن رانا من يوم 17/2/2011 إلى الآن ونحن نقاسوا من أجل ليبيا، من أجل إعلاء كلمة الحق، ومن أجل ثورة 17 فبراير وأهدافها أن ليبيا واحدة. النفوس الخبيثة اللي قاعدة تشتغل علينا نحن سواء من تنظيم الدولة والله من أتباع النظام السابق اللي سرقوا فلوس من ليبيا وطلعوا بهم برا وتوي يمونوا في الحركات ضدنا نحن، هنا هذه ما عادش تمشي. نحن كلمة الحق لازم نقولوها لو كلفت رقبينا نشتغل. والله العظيم بطل لحم بالبيت، بطل لحم بالبيت في ليبيا تو تهمشوا ويتحاربوا. ليش نبي يقول كلمة الحق؟ لما قلت أيام معمر نبي نقولها كل من يكون شكل، لازم تحملوها. الله أكبر. لازم تقولوا كلمة الحق. الله أكبر. لازم تنصروا الحق. الله أكبر. أن الحق يعلى ولا يعلى عليه. أن أي مشروع يلم الثوار والله يلمها بدوره ويعيد مسارها من جديد، هذا ما يبوش، هذا ما يبوش، هذا ما يبوش. أصدر جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى التابع لإبراهيم الجذران بياناً بث فيه على موقع التواصل الاجتماعي، قال فيه بأن فرقة الجهاز تمكنت من القبض على قاتل الناشطة سلوى بقعقيص ويدعى إسلام الكوافي. تمكنت مفرزة من أبطال حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى من إلقاء القبض على المجرم إسلام عبد الفتاح رمضان الكوافي والذي اقترف الجريمة البشعة، وهي إزهاق روح بريئة لا ذنب لها إلا حبها لوطنها ومناداتها من أجل العدالة والقانون، وهي شهيدة الوطن ابنة بنغازي الصامدة سلوى بقعقيص. هذا وتتلخص واقعة القبض على الجاني في ورود معلومات عن تردد شخص مشتبه به على منطقة رأس لهلوف وضواحيها، وبعد التأكد من صحة المعلومات صدرت التعليمات من السيد إبراهيم الجذران رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية المكلف آمن فرع الوسطى إلى قوة التحري والقبض بملاحقة المشتبه به وإلقاء القبض عليه. وبالفعل نفذت التعليمات وتم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بجريمته وهي قتل الشهيدة سلوى بقعقيص. ألغت محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة الابتدائية بخصوص حجز ناقلة نفط الهاني والذي استمر أكثر من عامين. هذا وأوضحت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري السبت أن بإمكان ناقلة الإبحار فور استلام سلطات الميناء نسخة رسمية عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. يذكر أن ناقلة النفط الهاني هي من أكبر ناقلات النفط التي يمتلكها أسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري. وصف الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة العفو الدولية دروري دايكي طريقة تعامل دولة الإمارات مع قضية المعتقلين الليبيين بأنها فوق القانون الدولي. وأوضح دايكي أن دولة الإمارات لم توجه للمعتقلين أي تهم رسمية حتى الآن، وأضاف أن على الإمارات محاكمة المعتقلين الليبيين لديها في حال توجيه تهم إليهم أو إخلاء سبيلهم فورا، مؤكدا على تحفظ منظمة العفو الدولية عن وجود دولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. قرر ديوان المحاسبة الثلاثاء المقبل عرض مشروع قانون المرتبات المقدم إلى المؤتمر الوطني العام أمام جميع أطياف المجتمع في مؤتمر مفتوح، مبديا استعداده للإجابة على الاستفسارات والملاحظات حوله. ولفت الديوان من خلال توضيح له حول الملابسات واللغط الذي راج حول المشروع وما تم من قبل بعض المستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه بعرضهم لجزء من الجداول بطريقة مخلة وبخلاف ما تضمنه محتواه ولا أهدافه الواردة في التقرير الشارح،
ومواد القانون المقترح بهدف تضليل الرأي العام بحسب التوضيح. كشف نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق عن رفض أعضاء هيئته لمقترح جدول المرتبات الصادر من ديوان المحاسبة، وأوضح الأزرق أن المقترح يقضي بخفض الرواتب بنسبة 30%، لافتا إلى أنه لم يراعي الترقيات وعلاوة التدريس الخاصة بالأعضاء نظير زيادة عدد الساعات. وذكر أن النقابة تعتزم تقديم مذكرة رد على المقترح إلى المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن إقرار المقترح من شأنه تصعيد الوضع إلى عصيان كامل. اشتكى عدد من الطلبة بالجامعة المفتوحة فرع بنغازي من استمرار إيقاف الدراسة وعدم وجود حلول جذرية لهم من قبل إدارة الجامعة حسب وصفهم. من جهته عزى أحد موظفي الجامعة أسباب توقف الدراسة المستمر لأكثر من سنة بالجامعة إلى عدم وجود مقر للدراسة، مضيفا بأن مقر الجامعة المفتوحة بمدينة بنغازي أصبح الآن يأوي عددا من العائلات النازحة من مناطق مختلفة نتيجة للأوضاع الأمنية. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. نازح تورغا بمدينة بنغازي يرفضون نقلهم إلى معسكر سيدي خليفة شرقي المدينة. أهلا بكم. رفض أهالي تورغا النازحون إلى بنغازي قرار المجلس البلدي لبنغازي بنقلهم إلى معسكر سيدي خليفة شرقي المدينة أمس الأول الخميس. قال عضو اللجنة التسييرية لنازح تورغا سالم الصغير أنهم يبحثون عن حلول أخرى من بينها نقل النازحين إلى مدن أكثر أمنا من بنغازي، مشيرا إلى بحث المجلس المحلي تورغا نقلهم إلى غريان حيث الأوضاع تكون أكثر أمناً بالنسبة للنازحين. أضاف الصغير أن نحو 476 عائلة من نازح تورغا يقيمون في 26 مدرسة ببنغازي منذ ما يقرب من السنة عقب مغادرتهم المخيمات لسوء الوضع الأمني فيها. يشار إلى أن المجلس البلدي ببنغازي كان قد طلب من نازح تورغا مغادرة المدارس لاستعداد للعام الدراسي الذي يبدأ منتصف ديسمبر القادم. انطلقت اليوم السبت بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس فعاليات تسجيل برالي تيتي الصحراوي بواحة ودان. يشار إلى أن الانطلاقة الفعلية للسيارات المشاركة بالرالي ستكون الثلاثاء المقبل من العاصمة طرابلس إلى واحة ودان، وتعود تسمية الرالي بهذا الاسم نسبة إلى وادي تيتي بمنطقة ودان. اليوم دايرين احتفالية شكلية كانطلاقة شكلية لرالي تيتي الصحراوي بودان، حبينا أن نديروها من داخل العاصمة من جنب السرايا يعني ان طرابلس هي عاصمه ليبيا الموحده. ان شاء الله احنا طبعا الاحتفاليه هذه حتنطلق يتم فيها تسجيل المشاركين للرالي يوم الثلاثاء ان شاء الله. عندنا الانطلاقه الفعليه اللي هي تنطلق من طرابلس، المجموعه اللي هي حتشارك حتنطلق من طرابلس باتجاه ودان ان شاء الله للمشاركه. انطلق صباح اليوم المؤتمر الكشفي السنوي لفوج كشاف غدامس لعام 2015، واستهدف المؤتمر مجموعة من القادة الكشفيين القدامى والقادة الحاليين والجدد، إضافة إلى مساعدين ووكلاء القادة
المؤتمر تضمن عرض الهيكل الإداري للفوج والأنشطة التي أقيمت خلال العام الحالي، كما تضمن المؤتمر مداخلات الحضور الذين أبدوا فيها اقتراحاتهم وملاحظاتهم للعام القادم. يذكر أنه يوجد بفوج كشاف غدامس مجموعة من الفرق الكشفية، وهي الأشبال والفتيان والمتقدم والجوال والزهرات والمرشدات. أما الآن فننتقل بكم إلى حوصلة لأهم ما ورد على صعيد الساحة العربية والدولية. البداية من سوريا، قتل 6 مدنيين سوريين وأصيب 20 آخرون بجروح جراء هجوم لقوات نظام الأسد بالصواريخ على بلدة عين ترمة بالغوطة الشرقية في سوريا. من جهته تمكنت بعض فصائل قوات المعارضة السورية من استعادة قريتين يقطنهما تركمان بمدينة حلب من يد تنظيم داعش، مسنودة بدعم جوي تركي أمريكي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 مسلحا من التنظيم. عشية اليوم العالمي للطفل، أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أنه وثق 182 ضحية من الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا في سوريا. الجدير بالذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا وثقت حتى اليوم 3064 ضحية من اللاجئين بسبب الحرب في سوريا. أنقذت فرق خفر السواحل التركية 58 لاجئا سوريا من الغرق في مياه بحر إيجا عقب قيام عناصر من خفر السواحل اليونانية بثقب زورقهم المطاطي وإغراقه في البحر. جدير بالذكر أن خفر السواحل التركية أنقذت العام الماضي 14,000 مهاجر من الغرق، ومنذ مطلع العام الجاري أنقذت حوالي 79,000 مهاجر، إلى جانب توقيف أكثر من 200 مهرب خلال العامين المنصرمين. أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق في العاصمة المالية باماكو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. من جهته ذكر مسؤول حكومي في مالي بأنه تم تحرير جميع الرهائن، وقتل منفذو الهجوم 3 من رجال الأمن بالرصاص أثناء اقتحامهم للفندق. وفي أخبار التكنولوجيا، في إطار جهود توسعها للانتشار عالمياً، أعلنت خدمة يوتيوب عن تقديم مجموعة من الأدوات الجديدة للمساعدة في ترجمة العناوين وكذلك في الشرح التوضيحي للكم الأكبر من تسجيلاتها المصورة إلى عدة لغات. وبحسب تقديرات يوتيوب فإن 80% من نسبة مشاهدة تسجيلاتها المصورة تأتي من خارج الولايات المتحدة، كما أن أكثر من 60% من مشاهدة قنوات يوتيوب تأتي من خارج البلد القائم به الشركة. والآن نترككم مع الجولة الرياضية. قال الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه تقرر وبالاتفاق مع الاتحاد الدولي الفيفا اجراء قرعة الدور الاخير من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في مقر الاتحاد الافريقي للعبة في القاهرة في 24 من يونيو 2016. يشار إلى أنه تأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات 20 منتخبا سيتم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، ليتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة للنهائيات العالمية التي ستقام في روسيا. تراجع أولمبيك ليون بفارق 10 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر بعد هزيمته بثلاثية دون رد أمام مضيفه نيس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، وسجل جيرمان وكوزيلو هدفين، وتكفل يانغ لاعب ليون بالثالث بالخطأ في مرماه، ليحصل الفريق صاحب الضيافة على النقاط الثلاث ويرتقي نيس إلى المركز الثالث في الترتيب برصيد 24 نقطة من 14 مباراة. فاجأ هامبورغ ضيفه بروسيا دورتموند بهجمات مرتدة سريعة ليفوز عليه بشكل غير متوقع بثلاثة أهداف مقابل هدف مع استئناف دور الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم وسط إجراءات أمنية مشددة. وانطلقت المباراة أمام 57,000 متفرج عقب تأجيلها لمدة 15 دقيقة بسبب ازدحام المشجعين على الدخول وبسبب زيادة الإجراءات الأمنية عقب وقوع هجمات أسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة المئات في باريس منذ أيام، وتأجيل مباراة ودية بين ألمانيا وهولندا بسبب مخاوف أمنية.
ونختم بالملاعب الكرة الصفراء، حيث سيكون بوسع أندي موراي التركيز على نهائي كأس ديفيز للتنس بعدما خسر أمام السويسري فافارينكا وخرج مبكرا من الدور الأول للبطولة الختامية لموسم الرجال يوم الجمعة. وكانت هذه المواجهة أشبه بلقاء خروج الخاسر بعدما ضمن رافائيل نادال تصدر المجموعة ونجح فافارينكا في الفوز بسبعة ستة سبعة أربعة. وفي خبر وردنا قبل قليل، فقد انتهت مباراة الكلاسيكو الإسباني بفوز نادي برشلونة الإسباني على ريال مدريد برباعية كاملة. إلى هنا نهاية حصادنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم العناوين. المبعوث الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر يؤكد مواصلته لجهود المبعوث السابق برناردينيو ليون، ويطلب لقاء رئيس المؤتمر الوطني في الساعات القادمة. بلديات الجبل وباطنه تدعو الأطراف الليبية إلى تحمل الأوضاع بالبلاد، ومدينة جادو تسلم مبادرة الحوار الليبي إلى رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين. طائرة مجهولة تقصف مواقع لتنظيم الدولة بسرت، وسقوط قتلى وجرحى لمقاتل حفتر في تقدم للثوار بمحور سفرج. وتابعنا أيضا، جهاز حرس المنشآت فرع الوسطى يلقي القبض على قاتل سلوى بقعقيص، واليونان تفرج عن ناقلة النفط الهانية الليبية عقب احتجازها. وديوان المحاسبة يقرر عرض مشروع المرتبات، وهيئة التدريس بجامعة طرابلس ترفضه. قدمنا لكم الحصاد من قناة ليبيا بانوراما في العاصمة الليبية طرابلس. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.